البدايه الحكومه بصير مش البدايه النواب. لا، لصالح المواطن. النواب مش لصالح المواطن، النواب لصالح انفسهم الشخصيه، عرفت علي كيف؟ وبمرروا الحكومه بتمرر رفع الاسعار ها على النواب. النواب ما بيطلبوا لحدا، النواب عباره عن دعايه انتخابيه امام تحت القبه، عرفت علي كيف؟ تحت القبه حتى يوهم الشعب انه احنا عم نطالب، وهم ما بيطالبوا في شيء، صح ولا لا؟ والحكومه لما بتصب على شيء بدها تسويه، واللي ماكل الهوى كله هو المواطن. عندي تعليق بدي اقول لك اياه، انه ابديا اي حكومه عربيه دائما في النهايه النتيجه لمصلحتها، ولا عمرها من المغرب الى الخليج كانت النتيجه لمصلحه الشعب او الناس الكادحه. يعني اتوقع لا، يعني الحكومه بتدعي انه ميزانيه شركه الكهرباء انها بتخسر، والنواب مش يعني مش مقتنعين، كانه كان بين يعني بينهم صراع على هذا الشيء. هذا الصراع يعني كانه يعني خلينا نقول يعني صراع زي صراع شخصي، يعني مش مصلحتهم يعني المواطن بالدرجه الاولى. انا من ناحيتي اول شيء بايد بنصور كل قرارات هاي الشغله، وهيك ولا هيك بنصور كلامه ماشي. ليش مش ليش هذا ترجع خلينا نقول انصور عنده سياسه بقنع، يعني عنده اسلوب اقناع جدا جدا ومبرر مبرراته، ولكن المواطن غلبان من جميع النواحي. يعني امشي امشي روح روح تعال تعال، لانه الدوله اقوى من مجلس النواب، واللي بتحكي الدوله هو الماشي، ان قالوا اه وان قالوا لا هو ماشي. ياما اعترضوا مجلس النواب على شغلات كثيره ورفعوها، والاوامر والتعليمات تبعات الدوله هي اللي مشت.